كابتن، الواد اللي ضربت عليه نار بره عايز يقابلك. بره عايز يقابلني؟ ولا ده مجنون ولا ايه؟ طب خليه يخش. ايه اللي وقعدك في مكتبك لحد دلوقتي يا حسين يا بطل؟ خايف تروح ولا ايه؟ اعتبره خوف ولا قلق؟ حسين البطل لا بيخاف ولا بيقلق. متأكد؟ اه متأكد. وبعدين انت جاي تعمل ايه؟ جاي تاخد حقك؟ ولو جاي تاخد حقك جاي لوحدك؟ لا انا حقي مش هاخده دلوقتي. طب طالما مأجله جاي ليه؟ جاي عشان نفرجك على حاجة حلوة. بص كده. ايه رأيك؟ ايه ده؟ ده انا؟ انت شايف وشك ردد ازاي ومحلو. طب ما انا ممكن امسك الجهاز وادغدغه 100 حته. طب ما تدغدغه، عندي منه نسخ كتير. انت عايز ايه؟ عايز اسمع حكايتك كلها. حكايتي كلها؟ اشمعنى؟ مزاجي. ده فرض؟ فرض. طب ولو ما حكيتش؟ لا انت هتحكي يا حسين، وهتحكي غصب عنك. وقبل ما تحكي مالكش دعوه باسمين زودي خالص، لما اقسم بالله هحبسك وانت اكتر واحد بقى عارف تهمه اشراف قتل. ممكن تقعدك في السجن قد ايه؟ مش كده؟ طب احكي لك ايه واحكي لك من اول فين؟ احكي لي من اول حكايتك انت ودانا. الله، انت عرفت منين؟ خلاص بقى يا حسين، ما تقعدش تسال اسئله كتير، احكي من الاول وخلاص. عودك ايه؟ قوت سادة. تعالي هنا يا حفيظ. الحقوني الحقوني خدش كمل. مش عايز اعمل اوديشن ومش عايز اعمل اعلانات. سايب بس تعالي بس خشي. ايه يا ابني؟ انت تعرفيه؟ تعرفني؟ ولو قلت لك كلام يا ابني تعرف ايه؟ لا معرفوش، انا اول مره اشوفه. وبعدين جيت مكتبهم كان عايز بنات مودلز عشان يعملوا اعلانات، وبعدين قال لي ادب عليا مش عايز نمشي. عارف يعني صح؟ بالعافيه. وكمان قطع لي هدومي. قطع لك كمان هدومي؟ ايوه. يا فرده يعني ادب ولا ايه؟ فرده؟ يا مطيه. يا مطيه لما تسيبوا عندكم عيال متحرشين يفتحوا مكتب ويستووا على بنات الناس تبقى مطابة مش فيها رجالة. طب قسما بالله العظيم لو العيال دي ممشوش من هنا لا انتوا طالعين ولا نازلين. اللهم بلغت، اللهم فاشت. انا بجد مش عارفة اشكرك ازاي. لا شكر على واجب، والله على راسي. ربنا يخليك بجد. هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا، عيون حسين البطل اموري. ربنا يخليك، ممكن توصلني؟ والله العظيم انا مشغول وفي قعدة صلح، بس مش هينفع اسيبك في نوايا الطلق ده. اتفضلي. شكرا بجد. اتفضلي، نورت الدنيا. اتفضلي. شكرا. لا احنا مش عارف اقول لك ايه، العربيه نورت. ربنا يخليك.